وارن بافيت معروف بحبه للاستثمار بالشركات أو بالأسهم، بالمختصر الأشياء اللي بتجيب له تدفقات نقدية مستقبلية. ما بحب يستثمر بالذهب أو بالعملات الرقمية. من هون فينا نربط تصريحه مبارح، لو عطيوني البيتكوين كله $25 ما بشتريها. بس البيتكوين لهلأ مثل عملة أي بلد، مثل الدولار، شقفة ورقة. بس أنا اليوم $40,000 بقدر اشتري سيارة، وكمان بيتكوين قدر اشتري سيارة بتسوى $40,000 اليوم. فمثل أي عملة، كل ما زادت الثقة فيها ترتفع قيمتها، وكل ما انخفضت الثقة فيها بتخف قيمتها.